السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد حسين من قناة سير شاجي. ازيكم عاملين؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية. لو عندك الساعة دي ومش عارف تظبط الوقت والتاريخ بتاعها، احب اقول لك انك ان شاء الله هتظبطها في اقل من دقيقتين باذن الله. الساعة دي اولا اسمها، الموديل بتاعها اسمه جي شوك جي اي 400، جي اي 400. الساعة دي حلوة ان شاء الله. كل علينا ان احنا هندوس على كلمة ادجاست، ادجاست، كلمة ادجاست دوسة طويلة، تمام؟ فكده بيعمل كلمة ادجاست. كل اللي عليك انك هتقعد تتنقل بكلمة مود، مود، دوس كلمة مود اهي اهي. ده الدي اس تي دي انا، او الهاندز اون ده بصراحة، دي انا دي الدي اس تي او السي اس تي دي اللي هي بتاعة التوقيت الصيفي. دي حتى بيجيب لك كل حاجة انت بتتعلم عليها ايه. ال 12 ساعة دي اللي هي بعد الساعة 12 يقول لك ساعة واحدة اتنين تلاتة وهكذا. اما لو انت بدلتها، تتبدل كده، لو بدلتها ب 24 هتبقى بعد الساعة 12، هتبقى هتظهر لك في الديجيتال، هتبقى الساعة 13 14 وهكذا. لا انا هرجعها تاني 12 اهي. التبديل بده، التبديل باللفة دي بالدورية دي، تمام. هنروح دايسين على كلمة مود تاني. الثواني بمجرد لو دوست على اي زرار من دولت، والثواني دي هتصفر، هتبقى صفر. هنيجي ننقل هنا كده تاني، نموت تاني اهو. كل علينا نعمل كده، دي كده، دي ال اسمها ايه، الدقايق. نعمل كده تقل، نعمل كده تزيد، وهكذا. نرجعها تاني 23 اهي. بعد كده نعمل دي كده تاني، هتبقى دي الساعات. كل ما نيجي نعمل كده اهي، وهكذا وهكذا وهكذا. طب تجري بسرعة اوي اهي. اللفة دي هي دي اللي بتغيرها اهي، او اهي نخليها 12 برضو، بس كده دي 12. ونروح ناقلين كده تاني، دي السنة 23. لو انت عملت كده هتبقى السنة 24، لو انت عملت كده تبقى سنة 23 وهكذا. اظن انت فهمت الفكرة. ده لو انت عايز تقفل الموسيقى او الصوت بتاع الساعة. دي اللايت او اللي هي الاضاءة بتاعت الساعة دي، لو 3 ثواني او ثانية ممكن اخليها تبقى ثانية واحدة. مود تاني، بس كده نروح دايسين ادجست. بعد ما خلصنا خالص نروح دايسين كلمة ادجست اهي. قولنا هتبقى الساعة 12 شكرا جدا ليكم يا جماعة. ولو في حاجة مثلا ما عرفتش تظبطها اكتبها لي في التعليقات. كان معكم محمد تحسين، متنساش تعمل لايك وتشترك معايا في القناة. شكرا جدا ليكم.